صباح الفل لكل اللي عم يسمعوا ميلودي اف ام سوريا على 97.9 على 98.5 وكمان اكيد على الانترنت ميلودي سوريا دوت كوم وتيونين ابليكيشن. اليوم من الصبح عم نحكي نحن وانتم على العادات الصحيه، الاكل الصحي، النوم، عدم التدخين والرياضه، وانتم عمليا بحياتكم وسيستم حياتكم على شو محافظين اكثر شيء من ضمن هيدي العادات. اليوم بدنا نحكي اكثر شوي صغيره بتفصيل خاص، يعني بحير كثير بعض العائلات اللي عندهم حاله من هي الحالات مع اطفالنا الصغار الحلوين الكربي، لما بيكونوا كربيج زيادة حبة، يعني بتكون شغلة بتحير الصراحة أولياء الأمور شلون بدهم يتصرفوا. لحر تفيدنا وتساعدنا وتنصحنا وتشرح لنا كيف ممكن نتصرف أخصائية التغذية دكتورة تواب الغبرة. صباح الورد بك يا ستي. صباحك يا رب. يا أهلا الكربجة كلها. يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكي، وتكوني بألف خير دائما ومشرقة وهيك يعني فرفوشة هيك. قديش حلو الواحد يتعاون مع حدا ينزل وزنه يكون فرفوش بهيدي الطريقة، بتخففي علينا دخل قلبه كعابة الدايت يعني. لا ما نساوي شي في زهزها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شو اخبارك؟ كيف امورك؟ شغلات لكم مشتاقين اياك اكيد. بيمر عندك عادات كثيره او عمليا مو عادات حالات طبعا. عمليا لامهات جايبه اولادها ليعملوا دايت وهن ما بدهم طبعا، ما هيك؟ يا طفل معشوقه الاول الاكل، طعام الاكلات الطيبه. هذا اذا كان قبل امه، ممكن بعد امه ما بعرف شو بترتب عن الطفل. بس تجيبي طفل وتشوف صحيح. الاكل قد ايش عشق له. مع انه في اولاد فيكي بدا يعني العذاب احمر تطعيمهم يعني او خليهم كيف ياكلوا هالقصص، ما عندهم شهيه يعني. في مثلا بيجينا حالات بالعكس، في حاله معاكسه انه ابني ما عم ياكل. لك خلاص يعني حسسوه في شيء اسمه كمان احساس الجوع، يمكن عنده يا هذا مو شامه بحياته تمام. فبتلاقي كمان في بالحاله المعاكسه كمان. بس هذا بيكون غالبا بوقت الولد وقت عم ينتقل بالاكل من سنتين لثلاث سنوات. اوكي. بتلاقي عملت للام مثلا حفله وقت الطعمي للولد وبينزلوا لوزة بعدين بتاكل له صحنه وبتنصحيه. ايه فيعني في احيانا الحاله المعاكسه، في احيانا لا لا ما شاء الله حوله يعني الولد ولدان بالبراد يعني. نحن عمليا عنا حالتين اشكاليات مع الطفل، انعدام الشهيه والشهيه لزياده. والحالتين حنحكي عنهم من بعد اذنك. طب خلينا نبلش بزياده الوزن عند الطفل. الصراحه دكتوره شو ممكن تكون اسباب انه انا يكون عندي طفل بياكل زياده شوي صغير عن قرانه؟ يعني في عامل، اولا شيء عامل اسمه حجم المعده الناني اكثر من عمر الولد، يعني ممكن يكون حجم المعده هو اللي عم يخلي الولد يطلب. ثاني شيء الطريقه الغلط يتعاملوا فيها مع الولد ببدايه من عمر سنتين لثلاث سنوات. هاي الطريقه الغلط انه الولد احلى شيء فيه انه يلزلزوا خدوده وينزلوا بيحشوا في اهله اكل وهيك، وكل بلش بقى يتعرف على طعم السكر من جديد. السكر الولد ما بيعرفه وقت بيكون ولدان من حليب امه، ما كتير بيكون في نسبه سكر اساسا يعني. نحن بنعرف الولد على دماغه اول ما نبلش المورفين السكر بحياتنا هو من عمر سنتين. فانت اذا الام الفهيمه اذا كل ما خففت البسكوت الكعك ما تفهم ابنه شو هذا الهي، على المدى البعيد بتكسب طفل صحته وقوامه جيد، حتى ما بيعود بيقدر يتحمل الطعم السكري العالي، السكريات العالية. فنحن في فترة خطيرة جدا هي اسمها تكون الطعم والمكونات، معلومات المكونات الطعم والرائحة بفترة من سنتين لثلاث سنوات، تماما مثل تعلم اللغة. هون العصبونات بتصير بتبلش تتراكب العصبونات وتتشعب على مراكز الشهية. هاي اللي بتصير بعدين على المدى البعيد انه الشهية بتحفز مراكز التركيز والمزاج والهي. فانت اذا ما علمتي ابنك على طعم السكر ما حيعرفه يعني. هو اولا وقت بيجي على الدنيا ما بيعرفه لطعم السكر. وهي من اهم الاشياء اللي هي مثلا ممكن تاخذ درس لابنه اللي الاصغر منه. انه لبقى نحشي ولادنا فورا نبلش لهم سريلاكات هلا بتقلي ممكن ياكل يعرف السكر من طعم الفواكه، بيعرفه من طعم الفواكه بس ما بيغرس بمخه مثل مثلا الشغلات اللي فيها سكر والمحليات والسناكات وهالشغلات. فهي حتى لو كانت هي بتفوته اذا كانت بعدت له او قللت له نسبه السكر ما فهمته اياها من فتره، هي بعد
بتتجاوز الفترة السنتين ونص يعني كسبت ابنه. يعني هون مركز تعزيز المراكز الشهية بالهد. يعني نحن بس يكون ابن أو بنوتتنا بلشوا بدهم يبلشوا يأكلوا أكل وياخدوا طعوم ويشكلوا مذاق بالسنتين، نحن المسؤولين عن إنه نشرح لهم. نحن عم نحط لهم بسكوتات وقصص وسيار، وبعدين استغرب إنه ليش عطلبوا هدول، لأنه السكر يحفز كذا نهاية عصبية بالدماغ بالقشرة الدماغية يعني بيعمل تحفيز أعلى بكتير من الأطعمة الأخرى. إذا كنتي مغيبتي له السكر بتنشط الأطعمة الأخرى عندك، ياها الحامض الأمور الهي الأطعمة المختلفة يعني. أوكي. نحن طعمة القرفة مثلا طعمة كتير مميزة بدماغنا، لا تميل لا للسكر ولا للهي، طعمة مختلفة. نحن ما نقدر نقول عنها لا حلوة لا حامضة لا مالحة. تمام. مين قال إنه نحن عنا بس هي أربع أطعمة أساسية مثل اللون الأساسي بس نحن في عنا أطعمة كتير عنا تزوقات بدماغنا، بس يعني نحن مو معززينها مثل بعض التركيز العالي مثل السكر والملح بس الطفل بيطلب شوكولا وبيطلب بسكوت وبيطلب هاي الاشياء لما بيشوف رفقاته مثلا بالروضة اذا صار عمره 3 سنين. طب هون كيف يتوازن الام بهذا؟ صح نحن يعني هلا على التوازن. صح. قبل ما نحكي عن وجود مشكلة وخلصنا، حقيقة كيف ممكن توازن انه كل قديش لازم مثلا تقدم له هيك شيء؟ حكيك صح همسة، يعني هلا حتى لو الام مثقفة يعني وتجاوزت له 3 سنين ونص انه ما تعرفوا على هالطعم هذا، يعني حيطلع على مدرسته على الكيجي وانا على الكيجي تو وشوف رفقاته لن اعيش في جلباب امي ورح روح اتعرف على الاكلات الطيبة وانتقم منكم على الملذات مع الحياة. تمام. فالقصة انه خلص يعني هي مو شغلة انه قصر وراح يعزل الطفل على النهاية، لا لا بالعكس تمام، تعامل مع الموضوع بشكل طبيعي. اول ما يبلش يتعرف على الاكلات الطيبة الولد وهالامور هي كلياتها يرافقوا الشغلات اللي فيها الحلو كتير بالليمون، طعم الليمون. الولد بأول ما بينشأ بثلاث سنوات أربع سنوات معدته أحسن من معدة ترسانة نووية يعني. حلو. فما يخافوا إنه مثلا الليمون كتير قاهر للسكر. فبيقلل امتصاص السكر بجسم الإنسان. ما راح نقول له نخلي الولد حرام يعني عقوبة له نخلي التفاح، بس يعني أنا بقول الليمون كتير رائع. الشيء الثاني هلا سر الليمون وسحر الليمون هلا نحكي عليه بعد فترة، إنه هو يؤخر عوالم معالم البلوغ خاصة عند الفتيات يعني. لأنه بيطرد الفائض الهرموني من الجسم وما بيأثر على الهرمون الأساسي بالجسم، يعني نسبة الهرمونات بتكون مضبوطة فيه للليمون. فأنا بعود طفلي إنه مثلا إنك بعد أي وجبة ياخد شرحة ليمون ياخدها مع الأمور هاي، طلب 7 أب مثلا بنزل له شرحة ليمون، خليه ياكل ليمون. السكريات العالية تبع المشروبات الغازية خطيرة جدا 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 على تشكل حجم البطن. يعني أنا أول شيء بقول للطفل هو شو اللي عم يخليه يجوع، حجم المعدة العالي ليوصل لمرحلة مركز الشبع. أوكي. فأنا كل ما صغرت الحجم تبع البطن تبع الولد الصغير بهذا القصة هي أنا ملكته يعني. حلو. ما بيصير إلو كولو لا تاكل، ما في ريجيمات للولاد بهيك عمر، بس في شيء اسمه اللي هو الأكل الجماعي. يعني البيت لازم يكون مو إنه كله عم يأكل بطريقة ما ينعزل، بس نحن عم نأكل بطريقة صح. يعني هي القصة، فاتت شغلة مثلا طلعتك نافع طلعت هريسة مو إشكال، فورا منتبعها كلياتنا بنأكل ليمون، فالولد بيقلد. فيعني بشوف أمه وأبوه سحبوا وشرحة ليمون وأكلوها ومصمة أخته. يا لطيف ينمو الطفل مع أقرانه ما لا ينمو مع غيره. يعني باعتبار حضرتك عم تنصحي بالليمون، يعني الليمون الأكل حتى مو أنه نعمله عصير ونزيد له سكر وهالأشياء، لا حضرتك عم تنصحي أنه ناكل الليمونة مثل ما هي. تمام. الليمون البلدي مشهور يقال ببلدي. في هيك مقولة اجتماعية بأنه بيأثر كتير على خصوبة البنت، هل هالحكي مزبوط ولا لا؟ اطلاقا بيحسن للخصوبة. نحن أوكي. الأنثى اللي عندها كيسات مبيض أول شيء بنحط لها الليمون. منحارب لها كيسات المبيض بالليمون. الليمون خافض أنسولين. العدو القاتل لخصوبة الأنثى ارتفاع الأنسولين. تمام. يعني كل بيعرفوا دكاترة النسائية وتطلع أي شيء معين معيق للهي فورا بيعطوها مخفضات سكر كمان دوائية. أوكي. بالعكس يعني أنا الليمون بلاقيه شيء آمن جدا جدا ومثل السحر يعني. مادة طبيعية رهيبة غير أنه للمناعة وللمضاد أكسدة. اللي بيعرف يأكل ليمونة يوميا أنا بقول بيضاهي التفاحة اللي بيحكوا عنها بالأمثال الشعبية. يعني يا سلام. الليمون يا سلام. موجود الله خالقه لبعد الأكل. التفاحة الريق
فهذا الليمون اللي عنده، عنده ليمونة بعد الغداء، عنده تفاحة على الريق، هذا فعلا ما بيشم ريحة الدكاترة. يا سلام. طيب نرجع لطفلنا اللي وصل بمرحلة من المراحل، مثلا نفترض وصل على صف أول ابتدائي وفي عنده زيادة وزن معينة، ونحن بنعرف قديش ممكن يتعرض لمضايقات بهذا الخصوص لأنه رفقاته أطفال، فما في نسبة وعي عالية لحتى يقدروا يضبطوا حاله. صح. ممكن يسمع تعليقات، ممكن يشوف تنمر، ممكن أنسته بالصف، ممكن يعني بغض النظر نحن لازم نساعد طفلنا يكون عايش بطريقة صحية أكثر. شو فينا نتصرف مع طفلنا بهالحالة؟ أول شيء تقول لأمه إنك أنت مالك ماشي على كتاف حدا، لا ترد على حدا، أنت ماشي على أرض الله. أوكي. هي أول نقطة، يعني هي التعزيز، إنه أول شيء تقبل القصة، يعني أنا أتقبل شخصيتي هي كتير حلوة بتعزز الهي، ما ماشيين هذا اللي بده عاجبنه يتفرج علي وما عاجبه يدير وشه. لازم تفهمي ابنك هذا النقطة مشان ما تفوت هاي القصة بيعامله النفسي، يعني. وهي ما تقول له انه شوف فلان، شوف ليش عم تاكل هالقد، لا ما توجه بهالطريقة. الله خلقنا اشكال واجناس مختلفة، يعني هلا شوفي الاولاد الطبوشين الحلوين هذول بيكونوا عندهم جاذبية عالية جدا. تمام. يعني حتى الانسة تبعهم يعني بيكونوا مميزين، يعني صح. حتى ولو عم يضحك حرج على أرض دحرجة، بس يعني مستمتعة أنت بتشوفي هيك. بس هو مو صح إله، مو صح إله صراحة، مو صح بنوب، لأنه بيأثر على نمو، يعني هذا اللي بخاف عليه أنا، إمتى ما كان فيني نحفه بس مو إمتى ما كان فيني طوله. تمام. يأخذ له من طوله الوراثي طبعا، الوزن الزايد للطفل هذا اللي بيرعب، اللي الوزن الزايد للطفل بيخوف بأنه يحدث عنده البلوغ بشكل مبكر. الوزن الزايد للطفل مثل ما قلتي بيأثر شوي نوعا ما على النفسية تبع التوازن النفسي، رغم أنه الأولاد النحفة كمان سماويين وكمان ما بينطح. أول أخصائية يعني تغذية غير متحيزة للناس النحيفة صغارا وكبارا، حتى نحن وقت من نحف العالم بينتقل من نفسية حلوة لنفسية ما بدنا نقول زبالق بس. خلينا نكون حضاريين بمصطلحاتنا. المشكلة إنه غالبا يترافق النحيف مع العصبية والكزكزة شوي، يعني سمار حاجة كزة هي. لا بس هذا لا في شيء. بس الفكرة إنه بتلاقي إيه، لا النفسية الحلوة بتعيشي مع حياتك مع الناس اللي هي شوي بدينة، يعني إيه لا يعني مليانين عايشين، إيه عايشين أمورهم، عايشين لحظتهم، بيستمتعوا حتى بكل عضة سندويشة بيأكلوها. تماما. فبتلاقي هيك حياة غير مختلفة. بس برجع بقول مو قاعدة، لا في كتير ناس نحفة وظريفة ولطيفة طبعا، نحن عم بس نمزح. سبحان الله، يعني ايه يرضى، ما بعرف ليش شو السبب، انا لهلأ ما بعرف ليش، انه المزاجية المتقلبة بتكون مرافقة النحيف والنحيل دوما، يعني بتحسي هيك ما بعرف. مو خمش الصباح ابدا. بسيطة. طيب هلا انا برجع بقول كيف بدي اعمل له دايت، فيني اعمل له نظام غذائي ويمشي عليه؟ لا 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 ما في داعي. شوفي اذا كانت عندك، اذا في ولد طبوش بالبيت وهالقصص هي، فاول شيء اول شيء نصيحه للام انه تقطع الخبز بعد الاربع المساء. عندنا ثقافه الخبز ثقافه كتير خاطئه. يعني انا مشكلتي مع الخبز انه نحن مفكرين انه الخبز نحن ببلادنا هو قوت الشعب، مش عم يفكروني ماري انطوانيت وهيك كلوا كعك. لا كعك ولا خبز. شو بدنا ناكل؟ شو بده الولد ياكل؟ بيش ما بيشبع بعدين. يا لطيف اذا شبعته بالخبز شو مشكله بهالفترات هي؟ الخبز صاير رديء جدا، نوعيه الخميره اللي عم تتواجد فيه، حتى يمكن نحن هذا الخبز اللي عم يوصلنا مو خبز بلادنا، يعني القمح تبعه مو مستورد. فالقصه اني انا اللي بخاف عليه انه هو معدل وراثيا. زمان كان الخبز لسه ألطف صحيا على جسمنا، هلا امراض التوحد ايش كثرت امراض الهي، لانه هاي الخبز اللي عم نفوت وعم يفوت على المعدل وراثيا. هلا برجع بقول انا اللي نظرة أخرى على الخبز، أنا ما بحس قوت صح. يعني نحن وقت بنحط مثلا سندويشة شوكولا بالسبت تبع الطفل ولا ولا هالخبز 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 يا لطيف، ثقافة الخبز أنت بس بكل سهولة الأم، يعني هلا بتقلي شو بده يحط له؟ بده يحط له أو طالع له بسندويشته؟ ما هي ثقافة إنه بدك تعطي للولد سندويشة على المدرسة. طب أنا شو غلط إني أنا أقطع له هيك جبن، شوية جبنة شلال وشوية خيار بدون ما ياكل بالخبز؟ يعني مو ضروري إنه كل مرة مع الخبزة. أوكي. يعني نحن نجرب إنه هذا الولد بهالفترة هي هو اللي بيتعود على الشغلة بده إياها ولا الشغلة ما بده إياها. يعني أما ثقافة الخبز هي تضل هيك طول عمره، أول 7-8 سنين من عمره ما بيقدر يتحمل ياكل أكلة بلا
الخبز. فأول شيء تقطع الأم الخبز مساء، يعني هي أهم عامل، يعني بدون لا تعمله لا دايت ولا شيء ولا هالشي، بتلاقي على شهر زمان كد الولد شيء تقريبا كيلين ثلاثة، يعني مثل السحر. إذا منخفف الخبز للوطفل بطنه بيفرق لك، حتى تركيزه استيعابه. نحن منقول العجين بيخنق الدماغ، يعني أنا كتير ضد فكرة المعجنات صباحا، حتى الطلاب اليافعين والمدارس والهي، كتير العجين شيء غلط صباحا، يعني روح ياكلوا فول ولا ياكلوا عجين وهالقصص هاي. أوكي. الفكرة الخبز الصمون والهي، وهي نسبة الخبز العالية اللي بيقدر يستهلكها الولد، ما بيستهلك غذاء بيصغر قد ما عم يستهلك خبز. أنا بشوفه أوكي. ببلادنا. تمام. النقطة الثانية وضع إنه شوية الفطور قبل ما يطلع على مدرسته، البيض مع البردقان. البيض مع البردقان. أي هلا مو هياكل تفقس له بيضه وتعطيه، بعد ما تخلص له لقمه البيضه وهيك خلصت هي، حزين بردقان مع البيض، هدول بيحافظوا الصفراء بشكل رهيب جدا جدا، وبيعملوا له قطع للشهيه مده 8 ساعات. واو. فهذا البيض كتير رهيب كوجبه رائعه، بتزبط للكبار وبتزبط لك. مش تطلع على معظم الريجيمات اللي بالجوجل بتلاقوا بيفكروا انه نحن عم نكهن ندرسهم بالبردقان. لا، البيض صرح الخلطة يعني عنا بجماعة التغذية. نحن هذا نسميه اسمه تحفيز صفراء الكبد دبل صباحا. حتى اش بتذكر إذا كانوا أهل أول يسمونا الوجبة الفطور كسر الصفرة، كسر الصفرة لا كسر صفرتك. هاي صفراء الكبد وقت بتكت صباحا تاخد كتير نسبة عالية من دهون القديمة المتراكمة بجسمك، وخاصة سموم الدهون السامة. برتقال حصرا ولا حمضيات؟ حمضيات، بس البرتقال له ميزتين. اولا عنده شوية طعمة حلو، يعني ما بتست يعني ما فيك تقولي بيض وليمون مثلا، ما بيض وغريفون مثلا. يعني برا بناخد كاسة غريفون وهيك القصص، بس انا البرتقال بلاقيه كتير كتير بينشط الجسم والذاكرة، له طعم حلو يعني فيني انا اتقبله. النقطة الثانية بيعمل تحفيز لتكسير الدهون الصباحية كتير رائع. حلو. غير انه غير مناعته وقصصه وسعره. عملنا له هيدي القصه بالافطار، حيطلع على مدرسته ياخذ كيس جبنه شلال مع خيار، مو ضروري تكون في خبزه. برجع بقول هي سندويشة الشوكولا مشان الله الغوا، يعني ما بكفي شوكولا كمان فوق المتعصت قبل خبزه كمان. يعني هي شغله خربان بيت على الكبد. أوكي. حتى بتعمله شري للولد، يعني هاي القصص هاي. أوكي. لأنه بتجهد الكبد جدا هاي بفترة الصباحية، بتقلك طاقة طاقة أني طاقة سلبية، طاقة سلبية. هذا الحكي رفع السكر بعدين خفضه، حتى بيصير الولد مزاجه عصبي. طاقة بياخدها عندك ياها. هلا أنا ما فيني هلا، بس أنا عم بتطلع بقارن بالأسعار، يعني دخلك الشوكولا صايرة رخيصة، يعني مثلا بلادنا وقت بحكي بقلن موزة مثلا بيعدوا بيفترسوني حق الكيلو الموز. طب يا عمي ليش ترميز لهديك الشوكولاتة، يعني هي اللي قاعدة بالبسطات عنا ببلادنا. تمام. يعني ما بعرف، برجعوا بيشوفوا فتحولي الملف الاقتصادي وقت نحكي كلمة مثلا. فهي مش بس وقت نقول رجيم منصير نحكي على الظروف المعيشية والأسعار. عايشة أنت وين عايشة طيب اوكي. ايوه تطلع شوفي شو بياكلوا. أيوة. تطلع وانت اللي وين عايش. تمام. يعني في مره اذا ساندويتش في مره كفرنا. أيوة. غلطنا، حكينا عن الاناناس. أيوة. يا لطيف افتورسنا ترى مصور حدا سيلفي هاي قالوا لك وين اناناس. لا 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 انت ناس وانا ناس. انت اللي انا عايشه بالاناناس. طيب فإذا عمليا الساندويتش الشوكولا ننساها لطفلنا بليز رجاء، عشان ما تصير عادة كمان. مص معلقة شغلة، يعني ما لنا جزارين بالنسبة له. يعني هو معشوقه الأول، وين عم تحكي له. بس يعني خلي الأمهات تسمعني بهالحلقة مشان ما يكرهوني الأولاد. أوكي. فإذا هيك نحن عمليا أخذنا الغداء، أو عفوا أخذنا الفطور، دغري وصلت للغداء. في سناك بتشوفي ممكن يكون ولا خلص هيك بقى لازم يضاين للغداء طفلنا وهو مرتاح؟ اي لا بده هلا شوفي شروه البوفيه وراح وروح بده يفتح لك يشتري لك اكله طيبه. هي لا 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 لابد من منها. لا بدنا نقعد معهم المحاضرات من هلا. لا تحاولوا. يعني خلاص، بس يعني بتقدر الام تتحكم حسب ما تزود له مصروفه بزياده. اي هلا في شيء بيلاقي رفقاته في عندهم مخصصات للبوفيه تبعها تبع المدرسه. تمام. بده هي ما منفهم انه انا عم بحرمك حرمان. لا انا بدي صالحك، لانه انت لحالك حتروح تشتري مثل رفيقك. اوكي. انت ما بيكون عندك هالشيء الزايد والبحبوحه، بعدين انا بقول لك شو بدنا ناخذ. اغراء الطفل عن الاكلات الطيبه بالالعاب.
هي انه مثلا انا صعي انا حرمتك من شريت شيبس كبير هيك لدقته، بس انا بالمقابل رح اجيب لك لعبه جدا يعني انت تستغرب فيها. حلو، تحويل المتعه. يعني المتعه من شيء لشيء. يي الطفل شو له متعه، متع غريبه عجيبه يعني. اوكي، فانت وقت بتنتبهي وبتحفزي له هي القصص هي هو بيصبر اكثر منك، وخاصه اذا عم يستنى شغله بيحبها. اوكي، مثلا هي ما بعرف هي الشغلات تبعاتهم سبايدر مان ومامو وطار ونزل وهي اشياء، فبتعرف الام شو بتحب. تمام. فهي انك توجهي له انه انت مثلا بجوز انت هذا المصروف انا مخصصت لك اياه، بس تمام. انت حنقلل نسبه تبع الاكل ونكتر ميزانيه اللعب. أوكي. هو بيقلع معك فيها. ممتازه هاي الطريقه، كثير بتعمل له تحفيز عالي جدا. طيب المسا شو فينا نتحكم معه شوي؟ المسا شوفي عزيزتي، برجع بقلك انك تلهي باقرانه، واقرانه ما تعطيهم اكل قدامه، بالعكس يعني انت ما تقولي له كل ولا تاكل، حطي له هيك ولد بغار منه وخليه عم يمزمز له مثلا كاسة لبن او هي بصير بده يقلده، ما توجعي راسك وتقولي له حمل ولا تعمل. الولد فلتي عليه قرينه من عمر معين. حلو. لما كان موجود الا ما تلاقي ابن الجار ابن الهي ما بتحب ولا داين، هي اقرانه بيقدروا يوصلوا لك المعلومه بسهوله اكثر بكثير منك. تمام، لانه قرينه هو منافس له، التنافس عند الاكثر شيء بينمي المنطقه الادراكيه عند الهي، التنافس هو اللي يخليه بيتعلم. في امهات بتعمل طريقه انه هي بتعمل دايت مع الطفل، هي بتشوفيها مجديه. ايه طبعا. هلا انا ليش بدي اقول لك ما بدنا يعني نعزل، يعني واحد ومختلف هن عم ياكلوا الملذات والقطايب وتعبهم، شو هالحكي هذا، شو الظلم هذا الارجواني. ان شاء الله اخصائي التغذيه اللذيذه كلها نروح لعنده. يعني انتوا قاعدين انا اكل خسه وجبنه وانتوا عم نعزلين. الخس شو بتحطوا لنا بالدايت خس ليه كتير؟ هلا انا مع الولد ما بحب الورق الخضره الكبيره هي تبع الخس اللي هي اساسا لا لا طعمه ولا لا رائحه. انا ما بحبها، مع انهم بيقولوا لك فيها حديد اكثر. شوفي الخس كل ما فتي فيه لجوا كل ما كان اطيب، اللبه تبع الخس. ايه صح. وهيك ونقرتين من الارميه، لانه الارميه بتطول الولد كتير، بتطوله. بتعطيه طول. عندك اياها احسن من 4 كاسات حليب. يعني وانا ما هي البيضه هيك الصغيره. وانا مو مع الحليب للولد على فكره، انا مع ترويب اللبن، وترويب اللبن انا عم بحكي على تحته خطين. يعني أنا حتى اللبن اللي بشتري من البقال كتير شي غلط. لألي وللولد تبعي، لأنه ليه؟ لأنه هو عبارة تليان نشو أسبيداج عشان يتقل الوزن تبعه. الترويب اللبن مو شي صعب أبدا، يعني ما له شي. يعني هلأ بدي نرجع إلى الحلابي والبقرة والهي، عمي اللاكتوز تبع الحليب نعمة منعود بنهضمه بعد 2 سنين من أعمارنا. ماذا ما خلصنا هلأ هاي 2 سنين ما بقنا كتير، 90% من الكولون تبعنا ما عاد يهضم اللاكتوز عنا ياها لبعد 2 سنين. وبعدين ستاتنا وأمهاتنا كلياتهم كانوا يروبوا لبن. يعني وأوفر على فكرة، هو فكرة شيء رهيب. يعني نحن بقي معانا حوالي 2 3 دقائق، شو فينا نعطي نصيحة ونسمع منك دكتورة ثواب الغبرة أخصائية التغذية الجميلة الرائقة بما يخص طفلنا عنا مشكلة زيادة وزن؟ الأمهات الأهالي هنن اللي عم يسمعوكي، شو بتنصحيهم يتصرفوا؟ أول شيء اسحبوا الموبايلات بفهم من إيديهم. الثقافة الموبايلات هي الثقافة المدمرة، هي اللي ثقافة اللي سببت السمنة هلأ والبدانة للأطفال تبعنا. يعني كان الولد بهذا العمر عمر حركته، هلأ عم ينسحب منه بيقعد هيك كله ذهول هيك على هيجن. المشكلة عالم الموبايل، نحن الكبار نحن مجرورين فيه. تمام. فما بالك بفترة نمو عصبونات لطفل. يعني ما عالم آخر بفوت بيكونه الواسع. اسحبي الموبايل من إيده، إذا بدك أول خطوة ليتحرك أكتر، ليتحرك أكتر وبيصير بيركز معك أكتر. النقطة الثانية، الفكرة اللي أنا بدي أقولها، قطعي الخبز من حياته أو علمه اللي من 4 مساء لحتى فترة نومه، ولا لسندويشة الشوكولا الصبح على المدرسة إطلاقا قبل النوم. قبل النوم لا بدي حلاوة، لا بدي مربى، لا بدي هي، لا ما بدي شيء في خبز يرفع الأنسولين، لأنه هو مقاوم للجروس هرمون. ما في جروس هرمون بيطلع. وإذا أنا أعطي وجبة لطفلي بالليل، وجبة فيها سكرية. أوكي. حتى الفواكه أنا ما بحبها بالليل للطفل، لأنه بتقاوم له الجروس هرمون.
الشيء اللي بيهمني أمره البيض والبردقان وجبة كتير صحية للإنسان اللي بدها تنزل وزن طفلة. الإعطاء اللحوم عندك ياها مثلا صدر الجاج عندك ياها هلا منزوع الجلد اللي بيقولوا لي هلا البنات اللي عم بيبلغوا بكير وهيك شيلي جلدة بس يعني مو كل يوم كل يوم عندك ياها. التبولة البلبرغل رائعة جدا لوجبة الطفل على الغداء. الزيتون الأخضر سلطة الزيتون هي مادة رائعة لتنزيل الوزن للأطفال. تمام. فبرجع بقول لا وقت السنتين ثلاثة يسحق ما يأخروا دخول السكر على دماغه. هلا قد ما فيهم ما حدا حيضايقهم لانه هن ما بيعرفوا هذا الطعم لسه ما بيعرفون. احنا مو فورا كعك وسيريلاك وما مع احترامي لهالاصناف كلها يعني ما انه انا عم بحارب صنف معين لا اعوذ بالله بس يعني برجع بقول لا تشمموا السكر لسه بكير تمام. عليه تمام هذا افيون هذا هالوين يعني نحن نساعده بتشكيل ذائقه صحيه له كرمال ما يعاني بعدين صراحه فعلا يعني وبعدين بتصير بدل ما المكونات العصبيه اشتغلت بعد 4 سنوات اسستيله منه ما بيقدر يتحمل نسبه سكر اكثر من هيك تمام بيصير بيقرفه اوكي فهذا كتير شيء بيكون صح. استخدام الليمون بين الوجبات يعني ثقافه كم ثقافه. النقطه الثانيه تقبل الشكل يعني ما في مشاكل نحن علينا انه نحن نتقبل ونحط خطوه اللي بعدها تمام رب تمام. العالمين بيطالبنا غير بالخطوه اللي بعدها تمام. المهم كتير 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 بهذا الموضوع الحقيقه العامل النفسي عن طفلنا ما نخليه ينقم على نفسه او يحس بهالاختلاف الكبير بينه وبين اصدقائه مش ما تتحول اصلا من مشكله صحيه ممكن تنحل مشكله نفسيه هاي المشكلة صح الحقيقة. هذا الحقيقة شكرا لإلك شكرا لوجودك اللطيف وللمعلومات الحلوة لك أنا اللي بستمتع معك يا ميت أهلا وسهلا شو نعمل وأوصف للزهزه مثلك يخلي لي إياك تكوني بألف خير أخصائية التغذية دكتورة ثواب الغبرة إن شاء الله دايما بتكوني بكل هذا القلق قرب العيد كل عام وأنتي بألف خير وعائلتك وكل أحبابك ألف خير زي مسموس الحلويات هلا شكرا لإلك لك أنا يلا جايين على الحلويات يعني نحسبها شوي أكيد في لنا قاعدة بعد العيد أنا وياك خلنا هلا لك كيف ننزل وزننا بعد اللي عملنا وأجرنا بالعيد هون الشغل أهلا وسهلا فيك نورتينا ونهارك مبارك شكرا لك يا ميت هلا نحن بنلتقي بكرة إن شاء الله على خير على الساعة 8 الصبح على ميلودي اف ام سوريا من ورا دياب بالعلاقات العامة علي محفوظ بالإخراج وهمسة باشا من ورا المايك تبقوا بألف خير وتشافونا ميلودي اف ام